بيكم معايا في حلقة جديدة من حلقات بي مزنة. يا رب يجعل بسمتنا عادة وحياتنا كلها سعادة امين. حزمة جرجير واحدة بجنيه لو جبناها وعملناها بالطرق اللي هقول عليها دي هتعالج مشاكل كتير جدا للشعر. معروف من زمان فوائد واهمية الجرجير للشعر بالذات، لانه بيحتوي على كل الفيتامينات والعناصر المهمة اللي الشعر بيحتاجها عشان يطول ويتقل وينعم. هنعمل مع بعض اهم طريقتين بالجرجير. الطريقة الاولانية يعني لو انت شعرك خفيف وبيتساقط، الطريقة الاولى دي بتعمل على تتقيل الشعر وتطويله. الطريقة التانية هتكون لعلاج قشرة الشعر وكمان الاكزيما. هنعرف مع بعض الخطوات دلوقتي، يلا بينا. اول طريقة بنقطع ورق الجرجير وبنضربه في الخلاط، نضربه في الخلاط كده تمام، مع كمية قليلة من المية طبعا علشان هو مش هيلف في الخلاط من غير مية. وبنصفي حبة منه هنا وعليهم كمية زيت خروع قليلة. بنقلبهم كويس وبعدين بنغسل الشعر بالشامبو، وبعد الشامبو بندهن الشعر كله بالخليط ده وبنسيبه لمدة ساعة، وبعد كده بنشطف الشعر خالص من الشامبو بس من غير بنشطف الشعر خالص من الجرجير بس من غير شامبو. لو حابين بقى نغسله بشامبو يبقى تاني يوم يعني، او نستنى حوالي 8 ساعات كده وبعدين نغسله بالشامبو. بنفضل تكرر وضع الخليط ده مرتين كل اسبوع لحد ما نوصل للنتيجة اللي احنا عاوزينها. خصائص الخروع مع الجرجير كفاية جدا انها تقل الشعر وتطوله وتمنع تساقطه وتقصفه. تاني طريقة لمنع القشرة وعلاج اي فطريات او التهابات في فروة الشعر، بنجيب الجرجير اللي احنا ضربناه في الخلاط وعليه زيت زيتون واحنا طبعا بنحط كميات قليلة يعني على حسب ما شعرك يحتاج، وعصرة ليمون. بنقلبهم كده مع بعض الاول. بنغسل شعرنا كويس بالشامبو وبعد كده بنحط الخليط ده كله على الشعر وندلك بيه فروه الشعر فروه الراس كويس جدا. ثم بعد كده بقى بنشطف الشعر بالبلسم وبنكرر الموضوع ده مرتين كل اسبوع لحد ما نلاقي نتيجه. الخواص العلاجيه المطهره الموجوده في المكونات اللي عملناها دلوقتي دي كفيله انها تقضي على القشره وعلى اي مشاكل جلديه لفروه الراس. اتمنى تكونوا استفدتم، ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو، لو عجبكم دوسوا لايك، وعشان تتابعوا كل جديد على قناه بي مزدة دوسوا سبسكرايب. باي باي.